فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تغيير المكان لأجل السنة هل هو بدعة؟ شلون؟ هل تغيير المكان لأجل صلاة السنة هل هو من البدعة؟ ما صح فيه شيء هذا، صلي في مكانه، إلا الإمام فلا يتنفل في مكان إمامته لئلا يشبه على الناس أنه ما خلصت الصلاة فينتقل من مكانه، الإمام ينتقل من مكانه، أما غيره فلا معنى، ما ثبت شيء أنه ينتقل من مكان إلى مكان. نعم.